بالنسبة هاي من الصير هنا امطار ومي تدري قليات مال المجاري ما منظفها بصورة صحيحة. هنا المضخات يصير عليها لود بالمي وأثناء المطر، فهي عموم العراق عموم بغداد كلها تغرق، فيصير لود علي من على المضخات. المضخات جاي يشغلون بها وجاي يراجع لهم زين، بس هي تدري انت بعد مطر والشوارع كلها تفيض ومطرة قوية بالمثل دائما تستمر، هي المطر يستمر 3 ساعات 4 ساعات، وانت تشوف الشوارع مكسرة. اجوا هم هنا بلطوا وفلشوا، وهاي صارها تقريبا حدود سنة و3 اشهر. هو اللي يبدأ مشروع غير ينجز العمل ماله، ما يظل يعني بهالصورة، يعني صار لها تقريبا سنة و3 اشهر و4 اشهر. اجوا اول مرة فلشوا الجزرة، صارت حفريات، بعدين بلطوا، وبعدين عافوا عن النص. وانت تشوف هاي الحاله، وين التخصيصات؟ ما جاي نشوف احنا اي شيء على التخصيصات، ما جاي نشوف. يعني لما انا هسه هي من تريد تجي هنا، يعني هي من يطلع مدير عام يطلع بالمثل وزير والاعلام، وانتم جاي تصورون تشوفون الاوضاع. المسؤول من يجي ويشوف الراي العام ويشوف هذا الشارع مكسر، غير يطلع هو، غير يطلع الكادر، غير يكتب المثل يابا هذا ليش ما انجز، غير اكو متابعه.